يقول موريس بوكاي كان حاضرا في هذا المؤتمر أو هذه المحاضرة أحد كبار علماء اليهود، فعز عليه أن ينتصر للإسلام بهذه الصورة، فقال قام سألني قال القرآن يتحدث عن رجل اسمه هامان والتاريخ لا يذكر أحد اسمه هامان، قال له المصدر الوحيد عن اسم هامان العهد القديم يتكلم عن وزير لأحد ملوك بابل، هذا الوزير كان يعني كارها لليهود وكان يضطهد اليهود، فاستطاعت امرأة يعني كسبت ود هذا الحاكم أن يعني تغري به الحاكم فقتله. هل هذا هامان وانتوا اخذتوا اسم هامان من عندنا، اما الحضارة الفرعونية لا يوجد فيها اسم هامان. فقال له والله انا لست مهتما باسماء الحضارة الفرعونية ولا لي علاقة برث الحضارة الفرعونية، لكن دعني اسأل بعض المهتمين بهذه القضية. قال ذهبت الى استاذ المصريات في جامعة السربون وسألته هل مر عليك اسم هامان فيما درست من تراث مصر القديم؟ قال له لا انا لست من المهتمين بالاسماء، ولكن هناك استاذ في الماني عامل قاموس بكل اسماء الشخصيات التي وجدت لها اثار على الاثار الفرعونية القديمة او اشارة على الاثار الفرعونية القديمة. قال ذهبت اشتريت هذا القاموس وجدت فعلا مكتوب فيه اسم هامان باللغة الالمانية وباللغة الفرعونية هيروغليفية. فنكأ